بونجور مرة كمان. وزي ما كنا بنقول لحضراتكم هنتكلم النهاردة عن مجموعتين طبعا في المونديال، هنتكلم عن المجموعة الخامسة والمجموعة السادسة مع الأستاذ اللي منورنا الأستاذ أحمد غنيم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا هون. صباح عليك يا كريم. صباح الفل ومنور الدنيا، سعداء بوجود حضرتك معانا، وعندنا كلام كتير بقى نتكلمه في المجموعتين دول. بس قبل ما نروح معاك لتفاصيل، مبدئيا هنبتدي معاك اكيد بالمجموعه الخامسه اللي بتضم المانيا واسبانيا وكوستاريكا واليابان، ونعرف رؤيتك مين اللي هيتصعد، مين المشكوك في كده يعني ان هو يقدر يصعد للمرحله التاليه. بس عايزين في البدايه نعرف رايك او توقعاتك للافتتاح هيكون عامل ازاي، لتنظيم الفعاليات بشكل عام هيكون عامل ازاي، واحنا بنتكلم على ان هي للمره الاولى دوله عربيه شرق اوسطيه هي اللي تنظم فعاليات كاس عالم، فتوقعاتك ايه؟ هو بالتاكيد البطوله دي عليها سبوت كبير جدا لعده عوامل، منها رياضيه ومنها للاسف غير رياضيه. الجانب غير الرياضي حتى الان يعني انا اعترف طاغي على تنظيم البطوله لغايه يعني من يوم 48 ساعه بعد الانتقادات توصل حتى الان توقيت البطوله تحديدا. الانديه الاوروبيه معترضه بشكل كبير على توقيت البطوله، لانه طبعا فتره راحه شقه حوالي اكتر من شهر ليهم، ده شايفين انها كبيره جدا ليهم. ولكن احنا بنتمنى نجاح قطر، انا متوقع قطر هتنجح تنظيميا بصوره كبيره جدا، اتوقع ان هو هيكون من اروع تنظيمات كاس العالم على مدار التاريخ، ليس انحياز لقطر، لكن انا شايف حجم التنظيم وحجم الاستعدادات حجم التفاني كمان بالفعل هيبقى الموضوع هيبقى كبير جدا باذن الله بالنسبه لقطر، بصرف النظر عن اي حاجه تحصل، بصرف النظر عن بعض المقاطعات يعني وما الى ذلك. يمكن هي النوع ده من الامور حاصل بقاله فتره من اول ما تم الاعلان عن ان قطر اصلا هتنظم الفعاليه، يعني بعيدا حتى عن الرياضه، المغنيه الانجليزيه الشهيره دوا ليبا من 48 ساعه قالت ان هي لن تتابع ولن تشارك يعني حتى لا خسرناها والله، كاس العالم خسرها حقيقي قوي قوي يعني اثرت جدل بوست على الانستجرام، قالت ان احنا مش عشان يعني مزاعم حقوق الانسان وما الى ذلك. بغض النظر عن كل ذلك انا متوقع ان شاء الله ان قطر ستنجح في تنظيم كاس عالم استثنائي، خاصه ان النسخه دي هتبقى اخر نسخه يعني اعتقد هتبقى من تنظيم دوله واحده، وكمان هتبقى مشاركه 32 منتخب، لان من بدايه من نسخه 2026 هيبقى صعب جدا دوله واحده تنظم، يبقى حوالي 48 منتخب. ب 2026 هتبقى الولايات المتحده، كندا، المكسيك، فانا اعتقد دي هتبقى نسخه استثنائيه ونسخه تاريخيه لكاس العالم باذن الله ان شاء الله من حيث التنظيم بغض النظر عن كل ما يقال. طب نبدا بقى بالمجموعه الخامسه زي ما كريم كان بيسال حضرتك ونروح لاسبانيا، خلينا نبدا باسبانيا ومدير فني انريكي، وفكره ان هو برضو موضوع غريب يعني هو مستبعد نجوم زي راموس مثلا واسماء كبيره ومعتمد على الشباب، فهل دي خطوه ذكيه ولا دي خطوه فيها مخاطره بشكل كبير؟ انريكي عنده مشروع حاليا مع منتخب اسبانيا، المشروع اثبت كفاءته في يورو 2020 اقيمت العام الماضي في كذا دوله اوروبيه. هو شايف ان الاعتماد على نجوم الشباب هيحقق ليه الهدف، لان هو وصل سيمي فاينال يورو 2020 بهؤلاء النجوم الشباب. سيرجيو راموس بالنسبه لي، رغم ان سيرجيو راموس هذا الموسم تحديدا بيقدم موسم جيد جدا مع باريس سان جيرمان، ديفيد ديخيا برغم تخبط نتائج مانشستر يونايتد لكن بيقدم ايضا مستويات جيده جدا، لكن هو شايف ان هو لابد ان يعتمد على اللاعبين الشباب. الاسماء الخبره قليله جدا، يعني هو اكبر واحد حاليا سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط، بس حتى ديخيا ده حارس يعني تقيل جدا. يعني انت بتخاطر كمان بالحارس بتاعك جدا. انا متفق معاك انا هوند، لان فعلا ديخيا بيقدم بصرف النظر عن نتائج مانشستر يونايتد والتخبط، لكن ديفيد ديخيا بيقدم مستويات رائعه جدا مع مانشستر يونايتد. يمكن هو انا في وجهه نظري انا خلافي مع انريك الحقيقه في موضوع ديخيا، حتى ما اختاروش في البروفيشنال سكواد في القائمه الاوليه ما اختاروش، وده كان امر غريب جدا. فانا اعتقد يعني هو انريكي شايف ان دي سياسته، النتائج ستحكم. هو حاليا وصل سيمي فاينال يورو 2020، وصل سيمي فاينال نيشنز ليج دوري الامم الاوروبيه، واعتقد ان هو سيتاهل عن هذه المجموعه الخامسه رفقه المانيا، خاصه انا اعتقد المنافسه هتكون بين المانيا واسبانيا، والمباراه هتكون في الجوله الثانيه وليس الجوله الثالثه، واعتقد هذه المباراه في الجوله الثانيه ستحسم بنسبه كبيره هويه المتاهل. صحيح ان معاهم كوستاريكا ومعاهم اليابان، كوستاريكا كان اكبر مفاجاتها في مونديال البرازيل 2014 حينما وصلوا لربع النهائي وخرجوا امام هولندا بركلات ترجيح. اليابان كانت اكبر مفاجاه يعني ما فيش كذا مره وصلوا اخرهم دور 16، وفي النسخه الماضيه في روسيا خرجوا من بلجيكا بسيناريو غريب جدا. فانا اعتقد المانيا واسبانيا يكون منافسه منهم على الميل الاول والميل الثاني، لكن اعتقد الاثنين هيصعدوا باذن الله. في المقابل بقى احنا اتكلمنا عن اسبانيا، تعال نتكلم شويه او نقف شويه عند منتخب المانيا ومدربه ومديره الفني عامل الى حد ما، وده واضح من الاسماء اللي هو ضمها للقائمه بتاعته، ان هو عامل موازنه ما بين عنصر الخبره، الناس الثقيله الراسيه اللي شاركت قبل كده في كاس عالم واللي يعني بيلعبوا في انديه بتشارك دايما في دوري ابطال اوروبا، وما بين عنصر الشباب، وان كان عنصر الشباب هو اللي اوضح شويه،
اتفق معاك كريم بالفعل. هانز فليك مدرب تقيل جدا. هانز فليك صاحب الثلاثيه او السداسيه التاريخيه اللي حققها بايرن ميونخ في يعني فتره جائحه كورونا في 2020 2021. صنع مجد كبير جدا مع بايرن ميونخ. هانز فليك كان احد اعضاء الجهاز الفني الذي توج مع يواكيم لوف بمونديال البرازيل 2014 بنتائج تاريخيه طبعا ابرزها السبعيه الشهيره والتاريخيه ضد البرازيل في السيمي فاينل. فلا انا متوقع المنتخب الالماني سيذهب بعيدا. صحيح ان كل الناس بتتكلم على الارجنتين، بتتكلم على البرازيل، بتتكلم عن فرنسا، بس دايما المانيا منتخب بالفعل جدا. منتخب المانيا بيمتلك لاعبين شباب اقوياء جدا. صحيح انه استبعت، يمكن اختلف معاه قليلا في استبعاد ماتس هوملز، بيقدم مستوى الى حد ما مرضي مع بروسيا دورتموند، لكن باستثناء هذا هو كان مجبر تحديدا على الخيارات الهجوميه خاصه بعد اصابه تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، وهو كان المهاجم الرئيسي ليه، لكن اصيب طبعا قبل البطوله بايام قليله. لكن انا في وجهه نظري منتخب المانيا سيذهب بعيدا وبعيدا جدا، لان التشكيله اللي معايا تشكيله شابه بتمزج بين الخبره والشباب، لكن معظم بيغلب على الطبع الشباب. برضه حته الخبره هي اللي متقله كفه حتى اللقب بتاعهم الماكينات الالمانيه. فشايف ان كلمه الماكينات هتنطبق على السكواد اللي هيشارك في المونديال ده؟ انا اعتقد ذلك، لان لعيب مثلا يعني مثل توماس مولر، هذا اللاعب العملاق في منتخب المانيا وفريق بايرن ميونخ، بيمتلك خبرات كبيره جدا. بنتكلم على جوشا كيميتش حاليا لاعب وسط، لاعب وسط على اروع ما يكون. بنتكلم على يوسف موكوكو، هذا المهاجم الشاب من بروسيا دورتموند. هذا اللاعب ننتظره، يعني على الجماهير ان تنتظر هذا اللاعب بصوره كبيره جدا في كاس العالم. مهاجم استثنائي الحقيقه، وهو من اصول كاميرونيه بالمناسبه، لكن هو طبعا اختار في النهايه انه يلعب منتخب المانيا. خط دفاع المانيا ايضا فيه اسماء قويه جدا، طبعا واحد من اعظم اللاعبين على مستوى حراسه المرمى في التاريخ مانويل نوير، وامامه ايضا انطونيو روديجر مدافع ريال مدريد. فانا ننتظر منتخب المانيا يكون منتخب قوي شرس وسيذهب بعيدا جدا في هذه البطوله. حلو، طب لو اتكلمنا عن مواجهه هنا يعني اسبانيا والمانيا تكون ازاي؟ يعني شكلها برضو بتكون ازاي؟ الكفه ارجح عند مين باللي احنا قلناه بقى الشكل التفصيلي الفني هنا وهنا؟ هتبقى واحده من اروع، انا متوقع تبقى من اروع مباريات كاس العالم، لان في المنتخبين فيهم عناصر شابه كتيره جدا. فانا اتوقع ان هتكون مباراه من اروع ما يكون. التوقع الفائز هيبقى صعب الحقيقه، لان لسه برده احنا لسه ما شفناش حاجه لسه برده ما شفناش حاجه. وفي نقطه برده يعني للاسف، والدورات الاوروبيه ورابطه الدورات الاوروبيه كانت فيها عند بعض الشيء، ان المنتخبات معظمها لم يستعد باستثناء المنتخب السعودي والمنتخب القطري تحديدا. بقيه المنتخبات تقريبا كلها ما استعدتش بصوره كافيه. في منتخبات لن تخوض اي مباراه وديه على غرار المنتخب الانجليزي، وبالتالي انا اعتقد ان اول مباراه تحديدا لمنتخب المانيا ومنتخب اسبانيا ستحدد الى حد ما البوصله، مين هو يكون اقرب لتحقيق الانتصار. لكن انا صعب دلوقتي اقول، لكن بشكل عام انا متوقع ان تكون من اروع مباريات كاس العالم المقبله. بس واضح كده من سياق الكلام ان يعني كوستاريكا واليابان مش محدش مستني قوي ان هم يصعدوا. يعني هقول لحضرتك حاجه كده، او ان تحصل مفاجاه. في مونديال 2014 كوستاريكا كانت في مجموعه معاها ايطاليا والاوروجواي، وكوستاريكا هي اللي اتاهلت كمتصدره، وخرجت ايطاليا وخرجت انجلترا. كانت معاهم ايطاليا وانجلترا وكوستاريكا واوروجواي. يعني اللي اتاهل مفاجاه، اللي اتاهل اوروجواي وكوستاريكا. ايطاليا وانجلترا خرجوا من دور المجموعات في مونديال 2014، فبالتالي كل المفاجات تبقى وارده في كره القدم. لكن على ارض الواقع وبما شاهدته في المباريات تحديدا في اجنده سبتمبر الماضي، انا اتوقع ان منتخب المانيا ومنتخب اسبانيا، لكن مين بقى مين اول ومين ثاني ده يكون فيه كلام، لكن يعني بشكل مبدئي المانيا واسبانيا. كويس جدا. طيب عندك بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. مجموعه تبقى صعبه. مين اقوى هذه المجموعة من وجهة نظرك؟ هو على الورق منتخب بلجيكا أصلاً كمان. يعني هي بلجيكا في حتة تانية أصلاً. لا كتصنيف طبعاً. كتصنيف عالمي. لكن كرواتيا وصيف مونديال روسيا الأخير. منتخب المغرب للأسف حظه سيء في هذه المجموعة، لأنه جداً بصراحة. لأن مش بس إن هو واقع مع منتخبين أقوياء على مستوى القارة الأوروبية. نتكلم كمان ترتيب المباريات بتاعه. منتخب المغرب سيلعب في الجوله الاولى مع كرواتيا، ثم سيلعب في الجوله الثانيه مع بلجيكا. وهنا ممكن لسبب اختيار بلجيكا لمواجهه منتخب مصر تحديدا الوديه يوم الجمعه المقبل باذن الله. فالمغرب للاسف حظه سيء جدا، لكن انا متوقع منتخب المغرب هيأدي بطوله جيده جدا. لكن عمليه التاهل دي هتبقى يعني فيها للاسف الشديد هتبقى صعبه. ممكن مفاجاه تحصل، لكن الامور هتبقى صعبه جدا، مش هتبقى سهله. خاصه كمان ان ترتيب المباريات كما ذكرت، ترتيب المباريات مش سهل. منتخب بلجيكا ده اخر فرصه لهذا الجيل انه ممكن يحقق بطوله، وان كنت انا اعتقد الامور هتبقى صعبه. بس عندهم حافز برضه هيبقى، خلي بالك اللعيبه المغاربه لمليون اعتبار هيبقوا عايزين ياكلوا النجيله بالمعنى التعبير المجازي، يعني فكره ان دي برضه انت في كاس العالم. بس الخبرات برضه يا كريم والملايين بيتابعوك. يعني قصدي اقول لك ساعات يا نهوان، ساعات لما يبقى التحدي كبير قوي، ساعات ده بيخلق جواكي حافز اضافي ودافع اضافي ان انت تعملي اقصى ما عندك
وكالعاده برضو في اكيد مساحه لوجود مفاجات. يعني عطف على كلامك يا كريم، نقطه مهمه جدا. في مونديال 2018 في روسيا منتخب المغرب حظه كان سيء جدا، تعادل مع اسبانيا في اخر جوله وخسر امام ايران وامام البرتغال بسيناريو غريب جدا رغم انه كان الافضل في المباراتين. فانا متعشم خاصه وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وكان مدرب الوداد وطبعا الجماهير المصريه كنت تعرفه جيدا. هذا المدرب عنده يعني جرأة هجومية بعكس وحيد خليلوزيتش المدرب السابق، وان احد اسباب اقالته كان متخوف بصورة كبيرة جدا متحفظ رغم ان سكواد منتخب المغرب سكواد تقيل جدا. هي يمكن النقطة السلبية حاليا عند منتخب المغرب وحتى الان يعني في انتظار اعلان القوائم النهائية، الاصابة اللي تعرض ليها امين حارس نجم مارسيليا يوم الاحد الماضي مع في مباراة مارسيليا وموناكو. هذه الاصابة اعتقد امين حارس اصلا مش هيلحق كاس عام، بس ممكن الموسم كله بتاعه ينتهي، ودي ضربة قوية جدا لخطط وليد الركراكي. صحيح انه عنده يوسف نصيري، عنده عبد الصمد الزلزولي نجم برشلونه الصاعد المعار الى سوسونا، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، لكن انا اعتقد ان يوسف النصيري تحديدا هو يكون المهاجم الرئيسي. طبعا اشرف حكيمي خبرات كبيره جدا وبيلعب مع اسماء كبيره جدا في باريس سان جيرمان، ايضا نصير مزراوي، ياسين برضو لاعب قوي، ياسين بونو طبعا حارس مرمى اشبيليا وبطل اليوروبا ليج قبل عامين مع اشبيليا. بنتكلم في نص الملعب ايضا سفيان مرابط لاعب فيورنتينا واحد من اقوى لاعبي خط الوسط على مستوى الكالتشو في الدوري الايطالي. فمنتخب المغرب انا اعتقد حته الخوف لا، وانا متعشم يعني على الورق كرواتيا وبلجيكا، لكن انا متعشم منتخب المغرب ممكن يحقق مفاجاه لان لعيبته كلها بتلعب في اعلى مستوى في التوب ليفل في اوروبا، وحته الرهبه دي اعتقد عندهم مش موجوده، بلس ان هم عندهم مدرب شجاع لان وحيد خليلوزيتش الحقيقه مدرب جامد جدا وظهر ده في كاس الامم الافريقيه، كان معاه سكواد قوي جدا وكان كل مباراه منتخب المغرب كان بيلعب بشكل متحفظ. ده كان يعني وليد الركراكي بالفعل مدرب شجاع ومدرب يعني انا شايف انه كان اختيار جيد جدا. هو شارك في مونديال 98 برضه، شارك في بالظبط، يعني هو شارك في مونديال 98 مونديال 98 حصل على المغرب مؤامره يعني. يعني ليه المغرب دايما حظها كده في المونديال؟ يعني المنتخبات العربيه نتذكر مؤامره الجزائر، مؤامره خيخون الشهيره في مونديال 82 في اسبانيا، الجزائر اتامر عليها المانيا والنمسا. هو ليه بقى العادي ان منتخباتنا العربيه محدش حتى لو سالت اكثر المتفائلين تفاؤلا حد فيهم ممكن يوصل للمربع الذهبي بس يقول لك استحاله؟ ليه بقى عندنا يقين ان احنا مش وش ادوار نهائيه في كاس العالم ده لو شاركنا؟ الموضوع عايز بس يا كريم ايمان تحديدا منتخب المغرب تحديدا يكون عندهم ايمان اكتر بقدراتهم. المنتخب المغرب السكواد بتاعه فكره سكواد جاي جدا وبيلعب في توب ليفل، في كل معظمهم بيلعب في مستويات كبيره جدا على مستوى القاره الاوروبيه، هو بس يؤمنوا بقدراته. منتخب كرواتيا تحديدا ليس في افضل حالاته، صحيح ان هو وصيف كان مصيف مونديال روسيا، لكن معظم اللعيبه اللي شاركوا في مونديال روسيا في منهم اعتزل دولي زي راكيتيتش، منهم اعتزل خالص زي مانزوكيتش. قوه منتخب كرواتيا حاليا في خط وسطه، بنتكلم على مارسيلو بروزوفيتش لاعب انتر ميلان، ماتيو كوفازيتش لاعب تشيلسي، وطبعا النجم الكبير جدا والذي لا يعني لا يكبر في العمر لوكا مودريتش. يعني لو استطاع وليد الركراكي التعامل في هذه المباراه تحديدا مع يعني قوه مفاتيح لعب منتخب كرواتيا، اعتقد المنتخب المغربي بقى ليه فرصه كبيره جدا. هو بس زي ما قلت اعيد واكرر، حظه سيء جدا ان ترتيب المباراه بتاعه يعني كرواتيا ثم بلجيكا، يعني كان نتمنى القرعه كانت تكون رحيب قليلا. لا وغير كمان المجموعه هتلاقي مثلا في فرق فعلا يقول لك يعني الحظ بيلعب دور كبير جدا معاها. لو رحنا مثلا لتونس، تكلمت عن سكواد المغرب، لا يمكن تونس مش بالقوه دي قوي بتاعت سكواد المغرب، لكن تونس حظها رائع يعني، وده برضو عليه علامه استفهام يعني ايه علاقه الموضوع ده بده، بس بيأثر بشكل كبير. انا اتفق معاك ان هوندس تونس حظها كان اقصى من رائع في التصفيات. انا متهيأ لو احنا كنا يعني كنا بدل تونس كنا يعني اعتقد كنا وصلنا طبعا. يعني للاسف كان حظنا سيء جدا في التصفيات، لكن انا في وجهه نظري يعني المغرب هو من المغرب والسنغال تحديدا متوقع ان ممكن ليهم يكون شأن كبير جدا في مونديال قطر باذن الله. طيب احنا هتلاقي اسئلتنا انا ونهاوند رايحه جايه ما بين المونديال وما بين منتخبنا، ما احنا برضو عايزين نطمن على منتخبنا. يعني الى اي درجه انت متفق او مختلف مع وجهه النظر اللي بتقول ان المحك الحقيقي للحكم على فيتوريا مع منتخبنا هو اللقاء اللي هيجمع منتخب مصر مع بلجيكا؟ انا سمعت مداخلتك الانترو بتاعك يا كريم وبتاعك نهاوند، متفق معاكوا تماما ان بالفعل ده المحك الحقيقي، لان ماتشات ليبيريا والنيجر اللي كانت في شهر سبتمبر الماضي ليست محك، يعني منتخبات كما ذكرت تصنيف ثالث وتصنيف رابع، وبالتالي ده اقوى محك، خاصه المنتخب بلجيكا سيلعب طبعا بالفول تيم بتاعه، دي المباراه الوحيده ليه قبل 48 ساعه من كاس العالم. منتخب بلجيكا ليه كان ليه معاه ذكريات ان عدل حتى مونديال روسيا لعبناهم مباراه وديه وانهزمنا. انا بس بطالب من الجماهير ان هي يعني لا تكون قاسيه على اللاعبين، لان الفرق طبعا فرق هيبقى فرق كبير جدا في المستوى، علينا ان نعترف بذلك. منتخب بلجيكا لعبته كلها في التوب ليفل، وكمان احنا ليه دايما بنرمي على الجمهور ونطلب منه انه يكون متفاهم؟ ما الجمهور متفاهم وساكت وراضي باوضاع مقلوبه بقى لها سنين نتج عنها ان احنا يعني بص وضعنا كمنتخب عامل ازاي، في حين ان احنا المفروض نكون في حته ثانيه اصلا. فالجمهور صابر وراضي،
هيعمل ايه اكتر من كده؟ بس يعني تحديدا روي فيتوريا نتمنى المشروع يكمل، لان احنا للاسف كل مدرب بيجي المشروع بتاعه ما بيكملش بصوره كبيره جدا. صح، علينا ان نصبر بصوره كبيره جدا، لان الفرق في المستوى بيبقى كبير جدا جدا. فانا بس عشان لو حصل لا قدر الله اي حاجه او المستوى ما كانش جيد، على الجماهير بس ان تعي ان ده هيبقى اول اختبار حقيقي لروي فيتوريا، وبالتالي يكون الصبر قليلا، لان عشان نبدا نحاسب روي فيتوريا هيكون في كاس الامم الافريقيه، غير كده يبقى الحساب فعلا هيبقى ظالم بصوره كبيره جدا. لكن هو اختبار مهم واختبار قوي جدا منتخب مصر، ونتمنى انا على المستوى الشخصي اتمنى ان في لعيبه بصوره كبيره جدا تظهر في هذه المباراه، لما لا يعني لاعب او اثنين ممكن يعني ينتقل للاحتراف في القاره الاوروبيه، وده طبعا بالتاكيد سيسر الكره المصريه بصوره واضحه يعني. طيب برضو زي ما كريم قال احنا رايحين جايين في الملف، وملف كله مرتبط ببعضه، يعني في لو رحنا للمونديال برضو كل مونديال كده بيبقى ليه مشاكله، خلينا نقولها بهذا الشكل. طبعا بدايه من تغيير الموعد، وفكره هنا ان هو جاي يعني في منتصف الموسم الاوروبي، واعتراض بعض الدول الاوروبيه. لا، في كمان نقطه اخرى وهي غيابات عديده لبعض المنتخبات. طب المشكله دي ايه بقى؟ يعني في غيابات برضو، في نجوم مفروض ان هي كانت هتبقى موجوده مش هتبقى موجوده، فهل ده هيؤثر برضو مع كل منتخب، مع الشكل النهائي للمباريات، مع الشكل النهائي للمونديال؟ دي كانت نقطة الاعتراض الرئيسية، ان تغيير الموعد. لكن طبعا قطر الموضوع كان يبقى صعب جدا ان يتلعب، اصل شهر 6 هم اللي هيزعلوا يعني واي زعل، هم اللي هيزعلوا واي زعل. احنا على فكرة موافقين واخدين على الجو ده، والله ساعتها كانت قطر هي اللي تفوز بقى عامل خارجي يعني اصل ده معمول عشانهم، يعني هيلعبوا شهر 6 في قطر يعني. هو بالنسبة لهم يعني، عشان روزنامة المباراة اتضغطت في شهر اكتوبر بصورة كبيرة جدا، ففي لعيبة كتير جدا اتصابت. بنتكلم فيه يعني حتى ساديو ماني حتى الان لا نعلم هل هو جاهز مع منتخب هو كده كده تم ضمه، لكن مش عارفين امكانيه مشاركته من عدمها. هو كان مجبر حتى لو مش لازم من الناحيه النفسيه يكون ساديو ماني موجود في القائمه. بنتكلم واحد من اهم اللعيبه حاليا على مستوى العالم مع محمد صلاح واسماء ثانيه طبعا، وبالتالي هو كان لازم يضمه للقائمه بتاعته. لا نعلم حتى الان اذا كان هيلعب ضد هولندا ام لا، لكن في اسماء بالفعل كما ذكرت نهاوند مش موجوده، اسماء كبيره جدا. بول بوج منتخب فرنسا تحديدا عنده مشاكل كبيره جدا من ناحيه الاصابات. بنتكلم عن بول بوجبا، نقوله كانتي، اثنين من اهم لعيبه خط الوسط في منتخب فرنسا مش موجودين. كيمبيبي مدافع باريس سان جيرمان مؤخرا لن ينضم للقائمه حاليا بسبب ان هو برده عنده اصابه. منتخب فرنسا اكتر منتخب هيعاني من في كاس العالم، يعني السكواد الذي فاز بمونديال روسيا اعمدته الرئيسيه تحديدا في خط الوسط وفي خط الدفاع مش موجوده، وده امر بالتاكيد سيؤثر عليه بصوره كبيره جدا. حراس المرمى ماينن، حارس مرمى ميلان، هو احد من افضل حراس المرمى حاليا على مستوى العالم، مش موجود برده بسبب الاصابه. ومجبر ديدي ديشامب مدرب منتخب فرنسا ان هو يعتمد على هوجو لوريس، وهوجو لوريس هذا الموسم كارثي مع توتنهام بكل التفاصيل. لكن احنا في الاول وفي الاخر برده بنتكلم على لعيبه مش هتكون موجوده مع منتخبات بلادها، بس منتخبات بلادها مشاركه. ما بالك بقى لما يبقى في نسخه من نسخ اي مونديال عموما ما فيهوش بلد زي ايطاليا مثلا. يعني فكرة عدم وجود إيطاليا وعدم وجود كذا دولة تانية تحسه كده هينتقص من متعة المشاهدة. إيطاليا تحديدا عندها مشاكل كبيرة جدا، يعني فوزها بيورو 2020 دي كان حالة استثنائية، لكن المنظومة في إيطاليا عندهم مشاكل كبيرة جدا، البنية التحتية عندهم فيها مشاكل كبيرة جدا، الأندية عندهم فيها مشاكل مالية كبيرة جدا. بتتكلم عن البنية التحتية الرياضية. البنية التحتية الرياضية مشاكل كارثية، يعني عايز أقول لك إن إحنا مثلا في مصر بنشوف المدينة الرياضية دلوقتي في العاصمة الإدارية، إحنا عندنا البنية التحتية في العاصمة الإدارية أنا مش ببالغ والله أحسن المشاهدين، البنية التحتية في إيطاليا صعبة جدا جدا من ناحية الملاعب، ملاعب كرة القدم هناك مش مملوكة باستثناء يعني يوفنتوس تحديدا وكم نادي آخر بيملكوا ملاعب، بقية الأندية الإيطالية ما بتملكش ملاعب، بتأجر ملاعب مثل ما الحال هنا مع الأندية معظم الأندية المصرية يعني. وبالتالي إيطاليا تحديدا عندها مشاكل كبيرة جدا، أيضا في ناحية الجينيريشن نفسه، الجيل الجديد نفسه، المنتخب إيطاليا ليست هناك أسماء رنانة، يعني مثلا الجيل اللي خد 2006 بنتكلم في خط الدفاع فابيو كانافارو، نيستا، لا اسماء كبيره. لا والاجيال اللي قبلها كمان قتلوا. مالديني طبعا كان حظه سيء، ما اعرفش ليه ساعتها ليبي حصل ما ضموش بصوره غريبه جدا من 2006، لكن ايطاليا كان منتخب اسماء رنانه. حاليا الجيل الحالي منتخب ايطاليا لا، يعني باستثناء يورو 2020 دي كانت حاله استثنائيه، انا نفسي ما كنتش متوقع اصلا ايطاليا تعملها. لا وتوتي وكانافارو، انا بقول لك ديل بيرو، ديل بيرو، ديل بيرو، لا ده بقول لك ايه، لا ايطاليا كان منتخب منتخب حاجه عظيمه جدا، شيك في لعبه وشيك في اليونيفورم بتاعه وشيك في، ومصر كلها كانت بتشجع منتخب ايطاليا، رجال وسيدات والله، ده حقيقي واطفال. انا ايامي بالمناسبه، وفي انا بحس يعني ان في تعاطف بيننا وبين ايطاليا، يعني يمكن عشان هم شعب بحر متوسط زينا، هم فيهم كتير مننا، ده حقيقي. فلكن بالفعل
لمنتخب ايطاليا واكبر غريم للمونديال الثاني على التوالي. في وزير الرياضه الجديد اللي جاي في الحكومه الجديده بيتحدث ان هو يعني بيتمنى ان الامور يعني هيحاول يعمل على حل كل هذه الامور اللي بالفعل ايطاليا اعتقد يعني اثنين مونديال صعب جدا. طبعا على فكره هي سمه غالبه على منتخبات كتير ان الاجيال الاحدث مش بنفس دسامه وثقه الاسماء الاجيال اللي كانت قبلها يعني في كل الدول على فكره. هولندا يتقال عليها نفس الكلام والمانيا وحتى انجلترا على فكره فرنسا يعني برضو ما ترجع بالزمن لورا هتلاقي لا كان في لعيبه نجوم بالمعنى الحرفي عن الموجودين دلوقتي. دلوقتي نتكلم كل منتخب في اسمين ثلاثه على استحياء. انجلترا مثلا كريم على سبيل المثال في 2006 كان اقوى منتخب في تاريخ انجلترا حتى اقوى من جيل 66 اللي خد البطوله طبعا بهدف يعني مشكوك حتى الان في صحته ضد المانيا الغربيه. ولكن كره القدم هو السؤال ماذا بعد رونالدو وميسي. انا يعني في ناس بتتكلم عن هالاند وناس بتتكلم عن مبابي لكن انا اعتقد حقبه رونالدو وميسي يعني اتمنى يعني احنا والله انا يعني نفسي فخور ان انا عشت حقبه رونالدو وميسي بصوره كبيره جدا ده حقيقي يعني. هي ده سؤال حلو فعلا ماذا بعد التالي ده اخر مونديال بالنسبه لميسي واعتقد بالنسبه لكريستيانو برضو يعني رونالدو كده. مجبر اصلا في المونديال القادم ده تحديدا لازم يقدم مستويات استثنائيه بعد اللي حدث معاه مؤخرا. وميسي ايضا نفس الشيء ميسي بيحلم. انا اعتقد ميسي لو خد كاس العالم من هولندا هيكون اعظم لاعب فعلا في تاريخ الكره على مر كل العصور. بس هل يعني الموضوع مش مستبعد ان الارجنتين يعني تفوز بكاس العالم؟ في ناس كتير مرشحه الارجنتين لكن انا في وجهه نظري الارجنتين قدام امام مهمه صعبه جدا. في منتخبات قويه جدا منتخب المانيا منتخب اسبانيا منتخبات شابه منتخب البرازيل السكواد بتاعه قوي جدا جدا. لا استطيع استبعاد منتخب فرنسا رغم المستوى الكارثي اللي قدمه في دوري الامم الاوروبيه. انجلترا يعني برضو كان مستوى سيء جدا في دوري الامم الاوروبيه لكن تشكيلتها يعني الى حد ما جيده جدا تحديدا في الفودن هذا اللاعب الشاب لاعب مانشستر سيتي بيقدم مستويات كبيره جدا. فبالتالي الارجنتين مهمتها هتكون صعبه مش سهله مش زي ما الناس متخيله. بس تخيل بقى نشوف السنغال البرتغال والارجنتين يا دي هتبقى ممتعه. واو هيبقى نهائي الحلم وهيبقى نهائي هيبقى اعتقد هيبقى اكتر نهائي كاس عالم هيتشكل يعني واو بجد. عشان على فكره الكلام اللي كنت بقوله لك من شويه ينطبق حتى على الارجنتين وعلى البرازيل. فكره ان الاجيال الاحدث مش بتقل الاجيال اللي قبل كده ده حقيقي. فيها البرازيل شخصيه ده حقيقي ده حقيقي يا كريم. بس البرازيل هذا الجيل تحديدا فيه مواهب واعده يعني فينيسيوس جونيور وروديجو ثنائي ريال مدريد خط الوسط كاسيميرو طبعا مش هننسى نيمار قائد منتخب البرازيل اللي هو بيحلم ان هو يتوج ببطوله. بمناسبه نيمار لم يتوج باي بطوله مع منتخب البرازيل نهائيا حتى كوبا امريكا 2019 اللي خدوها كان مصاب لم يشارك فيها. هو بيحلم ان هو يقود البرازيل للمجد. هو فعلا حظه وحش قوي مع البرازيل ده مش عارفه ليه يعني. ده حقيقي حتى يعني ساعه لما خدوا بطوله كوبا امريكا 2019 كانت على ملعبه ما يعني ما كانش موجود كان مصاب. فبالتالي يعني انا المستوى الشخصي اتمنى ان الارجنتين والبرازيل. بمناسبه احدى الالعاب الالكترونيه الشهيره عملت زي نموذج محاكاه وتوقعوا تتويج الارجنتين بكاس العالم وفي المرتين السابقتين كان توقعاتهم صحيحه فيمكن توقعاتهم المره الثالثه. بمناسبه في جماهير كثيره جدا على مستوى العالم بتتمنى تتويج الارجنتين ليس حبا في الارجنتين ولكن عشان ليونيل ميسي يختم مسيرته ببطوله. هم شايفينه يستحق ان هو واحد بالتاكيد من اعظم اللعيبه في تاريخ كره القدم. طب لو رحنا بقى اتكلمنا عن المنتخبات العربية يعني بتتوقع ايه المنتخب اللي هيصمد لاعلى ليفل يعني؟ المنتخب التونسي لا اتوقع عشان الحظ ولا عشان السكواد؟ السكواد وحظه في مجموعة صعبة جدا مع الدنمارك وفرنسا هم الأقرب للترشح. قطر ليها بعض الحظوظ الناس كلها بترشح السنغال وهولندا ومعاهم الاكوادور وقطر لكن انا متوقع ان قطر ليها بعض الحظوظ بسبب عامل الارض والجمهور وترتيب ايضا مبارياتها في المجموعه الاولى. منتخب السعوديه مجموعته صعبه جدا معاه بولندا بقياده روبرت ليفاندوفسكي وزيلينسكي هذا اللاعب الواعد من روما. بنتكلم برضو على منتخب المغرب السعوديه مجموعتها صعبه جدا انا اتوقع السعوديه هتبقى صعب لكن المغرب انا متعشم في المغرب بصرف النظر الناس على كل اللي قلته لنا ده ومتعشم لسه متعشم في المغرب قفلتنا من المغرب خلاص يعني والله انا زعلت من تحليلك لكن عندك امل في منتخب المغرب لسه. بص انا تحليلي ده مبني على يعني على الورق لكن لكن لسه هنشوف في البطوله لكن انا السكواد منتخب المغرب مديني امل بعض الشيء. صحيح ان ترتيب مباراه صعب في المجموعه لكن ان استطاع منتخب المغرب تحقيق نتيجه ايجابيه تحديدا امام كرواتيا هتكون امور فرصه كبيره جدا فرصه كبيره جدا انه يقرر انجاز حصل ليه قبل ذلك انه تاهل قبل كده للثمن النهائي. يوم ثلاث منتخبات عربيه تاهلوا للثمن النهائي كان السعوديه والجزائر فنتعشم ان شاء الله باذن الله ان يعني الامور تتحسن باذن الله والمغرب باذن الله قادر على
تجاوز دور المجموعات. هو كالعاده دايما ارجع واقول لك فيه بيكون في مساحه كافيه لوجود مفاجات حصلت قبل كده من المنتخبات الاقوى والاشهر والاكثر توقعا ان هم هيوصلوا للمراحل النهائيه، طلعوا من دور المجموعات يعني حصلت ومش للمره الاولى جداً. بس بالمناسبه في كل نسخه من كاس العالم وفي كل نسخه من اي بطوله كبيره زي كده دايما بتلاقي في حصان اسود قادم بسرعه البرق من بعيد واسمه ما كانش متوقع، مش متقال، مش متداول، محدش عنده يعني حتى ميول للتفكير في ان الاسم ده ممكن يوصل للمراحل النهائيه. هل شايف ان النسخه دي من المونديال حصان اسود انت شخصيا قاعد مراقبه ومستني تشوف هيعمل ايه؟ السنغال واسبانيا. السنغال واسبانيا، السنغال اعتقد لو عبر دور المجموعات وساديو ماني كان جاهز بدنيا والسنغال ابتعدوا بعض الشيء عن التعالف ويعني يكون في تركيز بعض، رغم ان هم كلهم بيلعبوا في التوب ليفل او معظمهم، مش كلهم، معظمهم بيلعبوا في التوب ليفل، لكن اللاعب الافريقي بعض الشيء يعني بينتابوا نوبه غرور وتعالي، بتبقى حقيقه بتبقى غريبه جدا. لكن انا متوقع ان السنغال ان عبر دور المجموعات تبقى حصان اسود، واسبانيا منتظر منها مونديال اكثر من رائع بعكس معظم الناس. انا يعني وجهه نظري ان انا شايف ان جيل اسبانيا تحديدا خط الوسط ثنائي برشلونه جافي وبدري لاعبين استثنائيين بكل ما تحمل الكلمه. انا شايف ان بدري ده هو فعلا بالفعل خليفه اندريس انيستا في الملعب. بس خلي بالك المونديال اللي فات كل الافارقه خرجوا، يعني انت بتتوقع المونديال ده الوضع يختلف. السنغال خرجت بسبب اللعب النظيف، يعني السنغال في 2018 خرجت حاجه بسبب اللعب النظيف، حاجه يعني مش عارف حاجه مش متذكر بالظبط، بس كانت متساويه في كل حاجه وخرجت بقاعده غريبه جدا ما اتطبقتش غير عليها، يعني كانت امر غريب جدا. لكن السنغال انا اتوقع باذن الله ان هي ممكن تتجاوز دور المجموعات، بس هتكون عندها برضو مهمه صعبه جدا مع مواجهه منتخب قطر اللي مع العمل الارضي والجمهور. منتخب قطر بالمناسبه برضو على الجماهير انت يعني تشاهده جيدا، هذا المنتخب بيتكون من فتره كبيره جدا، هذا المدرب معاهم من سنين طويله جدا، معاهم من ساعه نشاتهم في اكاديميه اسباير الشهيره. منتخب قطر يعني تدرب ولعب في كونكاكاف، لعب في تصفيات اوروبا، كان في مجموعه البرتغال، بطل اسيا، كسب كل المباريات، لم يستقبل سوى هدف واحد. وبالتالي برضو السنغال قدامها فرص، لكن قطر ايضا على الجماهير ان تنظر لمنتخب قطر. السنغال اتقل كمنتخب يعني، وتحس ان السنغال برضو عنده خبره اكبر بكثير بطبيعه الحال حتى في المشاركه في كاس عالم عن قطر اللي بتشارك فيه للمره الاولى في تاريخ. بس عامل الارض والجمهور يبقى ليه دور بصوره كبيره جدا. وقطر بطل اسيا، قطر بطل اسيا 2019 ولعبوا مدارس كبيره جدا يا كريم، يعني بتتكلم بقول لك لعبوا، راح لعبوا في الكونكا كاف السنه اللي فاتت. هو يعني عامل الارض للدرجات دي ممكن يفرق؟ يعني بنتكلم على منتخب بيشارك للمره الاولى في كاس عالم اصلا، في ارضه وفي وسط جماهيره وعلى ملعبه، بس بيلاعب فريق تاني شارك قبل كده عشرات المرات واسماء اللعيبه اللي فيه اتقل من بعض كلهم وجماهيره جايه برضه تحضر. يعني في نماذج كتيره، يعني مثلا كريم في فرنسا اول مره اول كاس عالم تكسبه كان في على ارضها في 98. بنتكلم كوريا الجنوبيه في 2002 صحيح، هي كسبته على ارضها عشان هي في الاول وفي الاخر فرنسا ذات التاريخ، واخد بالك؟ لكن بتكلم لما تبقى دوله لسه وليده كوريا في الجنوبية. عالم كاس العالم، انت فاهم ازاي انجاز التعبير يعني. معرفش كوريا الجنوبيه مثلا في 2002 وصلت سيمي فاينل وخدت مركز رابع عشان البطوله كانت بتتلعب على ارضها. صحيح ان كان في بعض الجدل التحكيمي قدام ايطاليا، لا ده كل حاجه تقول لنا صحيح كان فيها استاذ احمد كل حاجه صحيح كان. يعني معنى كلامك نستشف ان مفيش فير بلاي، مفيش تحكيم عادل، في برضو اخفاقات، يعني ده في كل مونديال كده، ده يبقى امر مسلم بيه. ساعات بيبقى في خلط بين السياسه كمان في بعض روسيا، يعني روسيا استبعدت لاسباب سياسيه، روسيا لم تكمل تصفيات بسبب اسباب سياسيه، يعني اسباب عشان الحرب الروسيه الاوكرانيه. حتى الان يا نهاوند تقنيه الفيديو الفي اي ار حتى الان في مشاكل كبيره جدا في تطبيقها حتى الان. بس ده بيبقى الاكثر، الضربات دي بتبقى موجهه لمثلا منتخبات عربيه، الافارقه، يعني حاجات بعينها. لا مش تبقى متعمده، يعني مش متعمده، لا ما تبقاش متعمده، بس تحديدا كوريا الجنوبيه في 2002 مثلا على سبيل المثال، يعني في حاجات حصلت قدام ايطاليا قدام اسبانيا كانت حاجات غريبه جدا. هو يعني اصلا ازاي يحصل حاجات زي كده مع الفار، علما بان الفار اتوجد اصلا عشان ما يبقاش فيه الحاجات دي؟ انا نفسي الاقي اجابه على السؤال ده. النهارده هذا الموسم كميه اخطاء مع الفار غير طبيعيه في الدوري، في اقوى، مش هقول بقى في الدوري، في اقوى دوريات العالم، في البريمير ليج او حتى في الليجا، في اخطاء كارثيه رغم ان تقنيه الفي ار موجوده. حتى الان في اخطاء، هذه الاخطاء الكارثيه، صحيح ان في تقنيه التسلل شبه الاليه ستطبق في كاس العالم، نتمنى ان هي تساعد في تلافي العديد من الاخطاء. لكن يعني كان زمان ما فيش اي تقنيه اصلا من اللي احنا بنتكلم عليه، وكانت الدنيا تعتبر ماشي حالها بالمقارنه باللي احنا فيه.
يعني للاسف حتى الان رغم وجود كل هذه التكنولوجيا، هذا الموسم شهد العديد من الاخطاء يا كريم، في مش هقول لك في دوريات، في دوري اكبر دوريات العالم في اخطاء، حتى اخطاء تحكيميه كبيره جدا، وفي جدل تحكيمي حتى الان. نتعشم ان وجود كولينا يعني هذا الحكم الايطالي الشهير على راس لجنه الحكام في الاتحاد الدولي لكره القدم، ان شاء الله نشوف مونديال خالي من التحكيم ويكون فيه النزاهه باكبر قدر ممكن باذن الله. هو المونديال ده ممكن نطلق عليه مونديال الشباب اكتر، يعني اول مونديال يبقى فيه عناصر شبابيه بهذه الكثره، ممكن نقول كده، ولا كان في مثلا قبل كده؟ انا شايفه المونديال ده فيه شباب كتير، في شباب كتير يعني جدا، المانيا واسبانيا على سبيل المثال بصراحة. المغرب برضو فيها اسماء شابه، فرنسا فيها بعض الاسماء الشابه بس مش كتير، وبسبب غيابات برضو في اعتماد على عناصر شابه دي كتير. نقطه مهمه جدا يا هوند، بعض الغيابات اجبرت مدربي المنتخبات ان هم يعتمدوا على اللاعبين الشباب، فانا متوقع ان في لاعبين شباب سيبرزوا، يعني ثنائي اسبانيا جافي وبدري، يوسف موكوكو من مهاجم المانيا، متوقع مبابي ما اعرفش ظروفه تبقى على فكره، بالمناسبه مبابي صغير يعني لسه، مبابي لسه 22 سنه، مبابي تقريبا 23 سنه لسه صغير طبعا صغير. هالاند 22، هالاند بس هالاند لن يشارك في للاسف الشديد، يعني مش هنشوف، واكبر مستفيد هو مانشستر سيتي يعني. كان هياكل اللعيبه بتاع الفرق المنافسه يعني هو هيبقى مرتاح بصوره كبيره جدا، وبالتالي مع استئناف الدوري الموضوع كله جاي يعني خلصان، وهو اللي هيجي يعني ياكل فعلا الاخضر واليابس يعني. ف يعني بالفعل ننتظر مونديال، انا متوقع ان في اسماء شابه استبرز في هذا المونديال بصوره كبيره جدا باذن الله ان شاء الله. رائع جدا. طيب احنا عندنا دقائق قليله، ممكن نفتح ملف كريستيانو، انا وانت كنا بنتناقش في موضوع كريستيانو ده. يعني انا وكريم كنا كمان ناريه قالها اول امبارح، يعني قلب الددنيا وعداوه صريحه ووش يعني وش من غير اي تزويق ولا تجميل ولا حتى موضوع تخفيف وصل الواقع يعني. الكلام اللي قاله بشكل مباشر عن المدير الفني ده اقوى في وجهه نظري، ده اقوى حوار في تاريخ كريستيانو رونالدو كله، اقوى حوار تلفزيوني طبعا. هو عمرو واحد من اشهر الاعلاميين البريطانيين وبيرس مورجان، وعلاقته قويه جدا مع مختلف المشاهير ليس فقط في الرياضه، بالمناسبه مشجع لارسنال، وبالتالي هذا الحوار اكيد اسعده بصوره كبيره جدا. بالمناسبه رونالدو هو طالب الحوار مش بيرس مورجان، هو صحيح ان هو صديق بيرس مورجان، لكن رونالدو هو طلب الحوار، الحوار اتسجل حسب التسريبات قبل اسبوع تقريبا، لكن رونالدو طلب اذاعته مع نهايه يعني مع بدايه فتره التوقف، مع بعد نهايه اخر مباراه لمانشستر يونايتد يوم الاحد اللي فات، هو بس اذيع منه تنويهات، الحوار بالكامل سيذاع يوم الاربعاء ويوم الخميس باذن الله، لكن ما صدر منه حتى الان من فيديوهات قصيره على الصفحه الرسميه لبيرس مورجان. انتهت علاقة بكل وضوح، انتهت العلاقة خلاص بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد، هما الآن مانشستر يونايتد بينظروا كيف سيتم فسخ العقد، منتظرين الحوار بالكامل، هينظر هيبقى فيه هل في تفاصيل أكتر ولا لأ، هيتم التفاوض مع رونالدو إن هو يتم فسخ العقد، وهو لا يطلب أي أموال إضافية، بقية عقده ما يطلبوش بصورة كبيرة جدا. أنا بس يعني رونالدو تحديدا في هذا الحوار، في ناس كتير بتتهمه بعدم الاحترافية، لكن كريستيانو رونالدو 37 سنة، كريستيانو رونالدو مؤسسة بحالها، كريستيانو رونالدو عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، كريستيانو رونالدو عمل هذا الحوار لان هو صورته اتهزت بصوره كبيره جدا في مانشستر يونايتد، رونالدو عمره ما لعب يوروبا ليج، رونالدو مع بسبب مانشستر يونايتد لعب يوروبا ليج، ميسي بدا يقترب من لقب الهداف التاريخي اللي بيحمله كريستيانو رونالدو، كل هذه الامور ضغط على كريستيانو رونالدو، انا لا ابرر ان هو تصريحاته انه قال لك انا ما بحترمش المدرب بتاعي، طبعا ده غير مقبول ايا كان، لا ما ينفعش يصدر من كريستيانو ابدا فعلا. يعني لاعب بخبرات كبيره جدا، لكن هو واضح ان هو كان بيقطع بيقولوا شعره معاويه خلاص او بيردها له بقى الحاجات اللي هو كان عملها معاه في الملعب لما مرنه مع الشباب وكده. بالفعل هوند، ونقطه برده مهمه جدا اريد الاشاره اليها، تحدث برده بصوره اغضبت يعني انتقد كل اساطير النادي، جاري نيفل، واين روني، هاجمهم بصوره دوريه جدا، قال له اين روني اصل هو غيران مني عشان انا لسه بلعب وهو ما بيلعبش، او انا وسيم وهو مش وسيم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا انا ما قريتش خالص. انا ما قريتش، انا قريت على تان هايك بس الكلام اللي قاله. قال هو بينتقدني كتير ويمكن عشان انا لسه. لا بس اكيد كان بيهزر، هو بيقولها في صياغ هزار. لا كريستيانو كده راحت بقى خالص. لا اتكلم بجد، عشان هو وسيم. لا انا وسيم هو مش وسيم. هو طالع يضرب كرسي في كلوب. ده غريب جدا. هو خلاص الموضوع انتهى، هو بس الامور مساله وقت، هننتظر رونالدو بقى، عشان كده ذكرت من شويه بس يعني وصل لمرحله مش لطيفه بالنسبه لحد اعتقد في ضغوطات نفسيه يا كريم، تعالى كده في مشاكل نفسيه. ده حقيقه انا هوندي في ضغوطات نفسيه كبيره جدا عليه، هو شايف النادي ما وقفش معاه ساعه وفاه بنته وهي بتتولد، التوأم لما اتولدوا من صديقته بس ما لحقش يعني يشوفها برضو، يعني الموضوع هو كان كمان التوأم النصف الاخر اللي هو باقي على قيد الحياه كان عيان بصوره كبيره جدا في فتره البري سيزون،
لما هو اعتذر عن البري سيزون التسريبات خرجت من النادي ان هو بيتهرب عشان عايز يرحل، وهو بيضغط على النادي. هو قال انا كنت بتهرب، انا بالفعل كان عندي ظروف شخصيه، واضح ان المدرب ما تفهمهاش والمدرب بيعاملني بعدم احترام، بما ان تنهاج ما بيحترمنيش انا مش هحترمه. فطبعا ده كان الموضوع انتهى، يعني هو خلاص انتهت القصه. طبعا. الى اين رونالدو؟ بايرن ميونخ مصادر ليه نفت الصبح انه يكون هم بيفكروا فيه، قالوا احنا ما بنفكرش فيه. فهو رونالدو بالنسبه له هذا المونديال القادم حياه او موت بالنسبه ليه. طبعا. اما ان يبقى في التوب ليفل او ينتقل بقى الى دورات اقل مثل الدوري السعودي، كان في كلام ان الهلال بيفاوضه، او الى الام ال اس في الدوري الامريكي، او يختار انه ينهي مسيرته بحصوله على كاس العالم. كفكره كريستيانو يا ترى ده وارد؟ ده حقيقه انا هون. رونالدو الطموحات عنده لا تتوقف. رونالدو بصرف النظر عن يعني القرار الخاطئ اللي اعتقد اكبر قرار خاطئ في حياته هو رحيله عن ريال مدريد، ودفع ثمنه غالي. دفع بالفعل يا كريم. طبعا دفع ثمنه غالي كبير جدا. تجربته مع يوفنتوس لم تكن ناجحه، والصوره لما تتهز احنا بنتكلم على حد من اساطير اللعبه. ده حقيقه يا كريم. فانا اعتقد ان هو بالنسبه له مونديال حياه وموت، ولكن طموح رونالدو حتى لو كسب كاس العالم هو هيكمل. رونالدو مش عايز ينهي مسيرته بهذا الشكل، خصوصا اكيد هيبقى في مقارنات بين انهاء ميسي مسيرته كريستيانو. هو بالمناسبه هما دايما بيقارنوا بعض، يعني نقطه ساعه بس انا اريد الاشاره اليها. الناس بتقول شوفوا ميسي مشي ازاي من برشلونه. ميسي بالمناسبه في 2020 طلب الرحيل، وطلع هجم اداره النادي في تصريحات تلفزيونيه، بس هي ممكن بعض الناس. بس هو بكى بقى على المؤتمر الصحفي لان هو بقى في ساعتها هو كان يريد الرحيل مش عشان حاجه، لان برده كان في خلافات مع الاداره، والاداره كانت سيئه جدا معاه، وحقيقه كان طريقه التفاوض معاه حتى في العقد الجديد، وان هم سربوا العقد بتاعه. يعني كارثه جدا ان يتسرب العقد بتاع ميسي، وان يتصور قدام الناس ان هو بياخد قيمه التوتال بتاعه حوالي اكتر من نص مليار يورو في حوالي 3 أو 4 سنين، وان يتصور ان هو بيتوفر له طياره خاصه، ويتوفر له طياره حتى ويروح اجازات، وعيلته نفسها توفر لها طيارات خاصه. بعض الامور دي لما اتسربت تحديدا من الاداره بتاعه غليان طبعا. كان في حاله غليان بصوره كبيره، فهو ويبقى لها انعكاسات وحشه جدا على بقيه اللعيبه. برشلونه هذا الموسم كان كارثي جدا، وبالتالي ميسي لما جه لاخوان لابورتا وشعر ان في بعد، حتى هو كان موافق على تخفيض نصف راتبه في العقد الجديد، لكن للاسف طبعا برشلونه ما قدرش ان يوثق العقد الجديد لان بسبب الظروف الماليه الصعبه والفاينانشال فير بلاي. نتمنى انه يتطبق في مصر، لان اعتقد الفاينانشال فير بلاي ده لعب مالي نظيف. لو اتطبق في مصر حجم الانفاق وحجم الفلوس الكتير بتتصرف على اللاعبين بمبالغ كبيره جدا، يعني في وجهه نظري يعني لا لعيبه كتير لا يستحقون هذه المبالغ. اعتقد لا، يعني لو اتطبق في مصر الامور هتصلح عليها بصوره كبيره جدا. لكن ميسي برده في نفس الشيء، حتى اعتقد لو خد كاس العالم، اعتقد لو خد كاس العالم لن نشاهده في اوروبا مره اخرى، خاصه ان انتر ميامي النادي الذي بيملك فيه اسهم كبيره جدا ديفيد بيكهام اسطوره كره القدم الانجليزيه بيريد التعاقد معاه، واعلن ده بشكل واضح وصريح، وقعد ينتهي الصيف المقبل. فانا شاهد اعتقد لو ميسي خد كاس العالم قد لا نرى ميسي بصوره، قد نرى ميسي في الولايات المتحده الامريكيه، ولن يستكمل. ادينا هنستنى ونشوف الدنيا هتوصل لايه في الاخر. احنا بنشكرك على وجودك معنا، نورتنا. لا ربنا، قراءه اكثر من رائعه والله يا استاذ احمد. شكرا ليك جدا استاذ احمد غنيم الناقد الرياضي. هنروح فاصل ونرجع عشان نعرف من وجهه نظر حضرتك يمكن مين هم اكبر او افضل 5 نجوم في مونديال 2022. فاصل ونرجع نكمل.